لما نفذ الظهر فكرته ونعمل نفسنا ان احنا موجودين في البيت العام كتير. ماشي ماشي بسم الله. انت شايفه جده في حته؟ شايفه جده؟ اجري بس اجري. طيب طيب اجري بس يا لميس. اجري اجري يا لميس. وي ما تزعل ما تزعل لميس. انتوا فين؟ يلا اصبتي عادي بقى. بس نسيتي بقى وده ايه؟ حاجه غريبه جدا. انا بطلبك انت قافله تليفونك ليه؟ ايه يا جدو احنا كنا في الجنينه بنشم هوا وبنلعب. يعني ما خرجتوش؟ ايه ده؟ وانا كان ممكن نخرج ونبي ما قلتليش ليه كده يا لموسه؟ كنا رحنا جامعه الديون العربيه وكان كشري عند فرغلي وسن ربزي عند عصير العسل. سكر سكر يا تحت سكر. انا ما فيش حاجه كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاك شويه. ماشي. طب هو بدا بقى عشان خاطر انتوا دي في فريندز. فريندز ماشي؟ ماشي هاتي. انت انا بنزل فين؟ اهي اهو. ايوه بروح. ما عايزين حبيبتي. انا هزودلك بعد انا موسى. ماشي. كده؟ راح. بس مش عايزني اجيب لك شاي المكتب؟ لا بتصعب ولا خلاص انت بتصعب؟ الله ناس خلاص تسمع على خير يا ميزو. الاقي ضغور اسمعي. انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع عطاطا، لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر. انا خايف لا طرقتي منها كام لفظه ولا كنت تبقى مصيبه. ايه ده؟ لا طبعا دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه يا شيخه. ايوه يا مولي دومي 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 يا مولي اسعب غدانا والنبي ترارارارارا اسعب مدومه والنبي. ايه ده؟ ايه القطط اللي عملتيه في اوضتي ده؟ مغسل هدومي. هدومك؟ طب ما احنا عندنا غساله. طب افرض النور قطع جوزك يعمل ايه؟ ينزل وسخ وسط النسوان ويتريق عليك ويقول الست دي معفنه؟ الست دي مش مهتميه بجوزها؟ يا قطط انا مش متجوزه. يا بنت انت اللي تركزي، لازم تتعلمي متجوزه او مش متجوزه. بصي لازم تتعلمي. تعالي تعالي اجي تعالي اقعدي يا بنت. ايه؟ اقعد امسك الحته دي. امسك انا معلمك حاجه جوزك هيحبك عليها. قام راسي بقى كده. انت تغسلي فنان بتنملة؟ انزلي اغسلي بايديك كده كده. هتعافني يلا هتعافني كده. هتعافني يا بنتي كده بخش كده خلاص اهو. ايوه راسي جامد. ايوه جميل قوي. يا سوري يا نهار اسود. ايوه براسي كده. ايه المصيبه دي؟ في ايه؟ براسي كده حلو قوي. في ايه؟ انت ملبسها بقى. انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت. بعدين ايه؟ بعدين ما تبقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات. يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهارده. ايه؟ ايه؟ قومي بره. قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما بالراحه شويه مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. مين اللي قايمة اهو؟ انا عارفة الارض من جنب فلاتة. بالراحة. ايوه. هو راح فين؟ طلع بره يلا. طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي. لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بتعالي حقيني. يا طاطا تعالي بقى. ماشي يا ابو دجاج. اهو الباب اللي مش عارفه هو فين. وبعدين اجي فين؟ انت عايز ايه؟ تعالي اقعد عايز اتكلم معاك. انا مش عارفه بس يعني ايه. ايوه عادي يا اختي عادي اهو. ايوه انا منك مش عارفه ايه. نعم. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول ايه؟ افرض اتجوزت واحد كحيان وصدمان وطير السلك تعمل ايه؟ انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ايوه ده حد ده من عمره. ما يمكن وانت قاعد دلوقتي وفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفول عليا وليا ليه؟ ربنا ياخدك. يا راجل انا بحبه ولا بتبين يا عباس بيه؟
يا بيت تفهم شوية. البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حب ايه وتتحب ايه؟ البنت لسه صغيرة. صغيرة دي ايه يا عمر؟ لا ليه صغيرة؟ انت عارف وانا فتنها كده كنت عاملة ايه؟ كنت ماشي مع نفسي عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدت وانا مربيها تربية صح. ما اخويا بقى ولا مربيها ولا منزلة ولا بتاع بقى انت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شوية. صحصح كده شوية يا عباس. انت جيت في مرة كده لواحدة كده رحت جايب لها صباع رز. جبت لها صباع رز مرة كده انت فاكر؟ جيت في مرة رحت جايب لها مسكرة. جيت حسيتها في مرة كده في مرة من المرات كده ان هي بنتي وكبرت وبقت عروسة وبقت حلوة وطلبها الأكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول لي أنا مش عايز العريس ده لا أنا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ انت جد انت؟ تمشي على كده. انا ما بحبش اسمع الكلام ده. تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع. انت ما انا مش هيفهم معاك اي حاجه خالص كده. ما انت راجل ما تتعاشرش. طلعني. انا مش سايقاك. عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. وانت والنبي عرفتي على طول بتخش برضه جوه القلب. وكمان جمال وانوثه تحبي منظمبلي تحبي باديكير مانيكير ادعك في كعب رجليكي اعمل لك مساج انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محسوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا ده ما بيش نفسي هتاكل. حاضر يلا يا بنتي نحمده وهات الاكل. هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاك بعد من الزنزانة؟ يا اختي باخديها ثواب خدي كلي. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ نبي البنت دي صوتها حلو قوي ممكن تعمل شريط قوي او لولو. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي. انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا ليكي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي. وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي. الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعد ما زدتي كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. انا عريانين طعميه؟ لا فضلت خيرك كفته. ليه والنبي؟ والنبي كفته. ربنا اه كولي. داني داني اصلوتي اصلوتي هل رأيك حلوة مش كده؟